مرحبا فيكم أصدقائي من جديد، أنا محمد جواد، واليوم موضوعنا راح يكون عن تغيير الخلفية بصور من خلال تطبيقات الموبايل. راح نحول الصورة هاي لصورة هاي من خلال تطبيقين فقط. خلينا ما نطول بالموضوع، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتعمل لايك وتحضروا الفيديو للآخر. خلينا نحكي عن أول تطبيق. أول تطبيق معناه هو الفوتوروم، وهذا التطبيق مختص في قص العناصر من الصور وتغيير خلفية، لكن التطبيق مش مجاني بالكامل، ممكن تشترك فيه بنسخة البرو المدفوعة. خلينا نكتشف البرنامج مع بعض. هذا هو شكل التطبيق. بنفتح التطبيق Start from photo، نختار الصورة اللي بدنا إياها، رح يعمل مسح للصورة، بفصل العنصر عن الخلفية. طبعا اللي احنا محتاجينه بهاي الصورة، رح نحتاج صورة بدون خلفية تماما، رح نحتاج هذا الشكل. بس بإمكانك تصفح، ممكن تختار Profile Picture وتلاقي عناصر كثير أو خلفيات كثير ممكن تغيرها. في خلفيات كثير ممكن تغيرها مباشرة من خلال هذا التطبيق، لكن احنا رح نختار الصورة هاي بدون خلفية ونعملها سيف. طبعا زي ما حكينا، إذا حبيت تشيل الووتر مارك من الصورة لازم تشترك نسخة البرو المدفوعة. احنا رح نخليها على أي حال لأنه ما رح تأثر علينا بالشغل. هيك احنا سيبناها بالاستديو. رح نيجي للتطبيق الثاني واللي هو عبارة عن كنز من التعديلات، أي حد فيكم ممكن ينزله ويستفيد منه. برضو هذا البرنامج مش مجاني بشكل كامل، لكن الخصائص المجانية فيه كثيرة، وهذا التطبيق اسمه نيون آرت. تقدر تغير خلفية، تقدر تعمل بوستر، تقدر تعدل على الصور، تقدر تضيف استيكرات بشكل لا محدود، ممكن تعمل أي إشي بدك إياه بالصورة. تجيب الصورة الخام وابدع براحتك. خلينا ما نطول ونكتشف البرنامج مع بعض. هذا هو شكل البرنامج. وبنفتح البرنامج. احنا هدفنا بهاي الحلقة نغير خلفية بشكل احترافي. احنا هدفنا بهاي الحلقة نغير الخلفية بشكل احترافي، لكن البرنامج بتيح لك شغلات كتير تعدلها على الصورة، ورح نمر عليها مرور خفيف ونشرح عنها بشكل بسيط. بنروح نختار Edit، بنفتح الجاليري، بنختار آخر صورة عملنا لها قص للخلفية، وزي ما احنا شايفين تحت في تول بار بأدوات كتير، رح نختار منها Spiral. طيب ايش هي السبيرال؟ السبيرال هي زي ويفز تقدر تضيفها على الصورة. أنا بصراحة حبيت منهم الشيب بعطيك تباين في الشيب في المقدمة والخلفية. حاليا هلا ما بدنا اياها، راح نختار نون، نروح على الباك جراوند. هون راح نغير باك جراوند. طبعا فوق في شريط حسب المود اللي انت بدك اياه، سواء سيتي، سيلبريشن، لوف، نيتشر، اير، دورز، كل هاي بتغير الخلفية فيها. كيف مثلا هاي؟ خلينا نختار على مستوى دور، بتصغر الصورة زي ما بدك. رح نختار نيون ونختار هاي الخلفية، نكبر الصورة ونحطها بالوضعية المناسبة. تمام هيك. بعدها بنحط Apply. لحد هون احنا جبنا الصورة وقصينا الخلفية وجبنا باك جراوند ودمجناها مع الخلفية، لكن بدنا ندمجها بشكل احترافي بحيث انه تكون ظاهرة بشكل طبيعي. وبما انه الصورة فيها اضاءة، بدنا كمان اضاءة على العنصر. بنروح هلا على اللايت افكت، بنختار هذا الافكت، بنضيفه قريب من الجسم، عند هذا الخط. تمام، نعمل Apply. بنروح كمان مرة على Light Effect، نختار من الشريط اللي فوق Lens Flare، نعمل Apply كمان مرة، Light Effect، Lens Flare، نختار الفلير الأزرق وبنحدد بهذا الموقع، بنكبر، نعمل Apply. هيك صارت الإضاءة اللي في الخلفية نفسها موجودة على الصورة،
نيجي بنروح للأدجستمنت، بنروح للورمث، بننزلها عشان نضيف اللون الأزرق على الصورة، بنضيفها بشكل بسيط. بنروح للإكسبوجر، بنزله كمان بشكل بسيط. البرايتنس برضو بننزلها كمان إشي بسيط، والكونتراست بنرفع شوي، وبنعمل أبلاي، وبعدها سيف. وزي ما أنتم شايفين، هاي الصورة قبل وهاي الصورة بعد. طبعا هذا جزء بسيط من البرنامج، راح اترككم مع شوية صور أنا عدلتها على هذا البرنامج. شوفوها واكتشفوا البرنامج وابدعوا على طريقتكم الخاصة. لا تنسوا تتركوا رأيكم كومنت تحت، واحكوا لي إذا بدكم أشرح عن تطبيقات معينة. وطبعا عشان تشوف الحلقات الجاي أول ما تطلع، ما تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات ليوصلك كل جديد. طبعا في بعض الطلبات وصلت لي على الانستغرام والفيسبوك عشان أعدل صوركم. تحملوني أصدقائي، هاي الفترة شوي مضغوط فيها، رح أحاول قدر الإمكان نعدل هاي الصور بأقرب وقت ممكن. وبنشوفكم الحلقة الجاي. سلام.